طيب هنتكلم كمان على انطلاقه ليفربول. اعتقد انطلاقه قويه جدا بشكل اكتر من رائع بست نقاط. واتكلمنا طبعا على ليفربول اكيد محمد صلاح. كان بالنسبه لك خبر مفاجئ ولا كنت متوقع دوت عدم ارسال طبعا ليفربول لمحمد صلاح خلال الاجنده الدوليه؟ كان بالنسبه لك خبر اتفاجئت بيه ولا كان متوقع؟ اللي كنا فاهمينه ان كان في محاولات ان الموضوع يتحل يعني، لكن وطلب استثناء وكده، لكن واضح ان الموضوع يعني هيبقى صعب الحل. وحتى لو جه هيجي على ماتش الجابون ويسافر هناك على طول، لا. لكن واضح ان خلاص ليفربول هيبقى عندنا فيفا ديت في سبتمبر، فيفا ديت في اكتوبر، فيفا ديت في نوفمبر، كل فيفا ديت فيهم هنلعب ماتش في مصر. فبالتالي هيبقى عن مشكله ليفربول عنده مشكله. ضيف الى ده ان هو في يناير بره خالص لانه جاي كاس الامم الافريقيه. وضيف على ده ان في ساديو ماني، وضيف على ده ان في نابي كيتا اللي هو بيرجع بيلعب دور اساسي في ليفربول السنه دي. بالتالي ليفربول مش هيبقى مستحمل ان هو يخسر صلاح مع اتنين لعيبه تانيين لمده طويله، مع اللعيبه اللاتينيين، لعيبه برازيليين برضو، كان في رفض انضمام فابينيو ورفض انضمام فيرمينو لمنتخب برازيل. بالتالي لو هيخسرهم في على الاقل الماتشين اللي بعد من الفيفا ديت يخلص، هتبقى ازمه بالنسبه لليفربول، وكان قرار متوقع بالنسبه لي. قرار متوقع. وبعض الناس بتقول لك، يمكن كنت بتناقش مع بعض الناس، بيقول لك مش من حق النادي ان هو يعني، وخاصه دي اجنده دوليه، مش من حق النادي يرفض. لكن طبعا بيتوقف على الفيفا زي ما بقول لك، هو النادي مش من حقه ان هو يمنع محمد صلاح، لكن لظروف طارئه او لظروف طبعا خارج اراده نادي، وبالتالي بيلجأوا للفيفا. حتى النهارده على مستوى اتحاد الكره قال لك احنا نلتمس ونبعت جواب للفيفا. فهل يا ترى ممكن الفيفا يكون عنده مرونه في الحته دي، ولا انت شايف الدنيا صعبه؟ استبعد جدا ان هو يكون موجود معانا في مباراه انجولا الاولانيه، لان هيبقى صعب ان الفيفا تطلع استثناء لحاله زي دي، خصوصا ان الموضوع مش متعلق بالفيفا على قد ما متعلق بالحكومه البريطانيه. هتروح والراجل كده كده لازم هيدخل عزل كارانتين لمده 10 ايام، وهيبقى صعب قوي انك تحصل على استثناء في القصه دي. طيب ان شاء الله كل التوفيق اكيد لمنتخبنا، بس اكيد محمد صلاح لاعب مؤثر ما فيش شك. لكن يعني لازم برضو احنا كمان نتعلم برضو في هذه، ان احنا يكون عندنا بدائل لنجومنا. البدائل الموجوده، واعتقد الدوري النهارده او السنه دي افرز لعيبه بمستوى عالي، لكن يبقى تاثير محمد صلاح اكيد موجود. لكن من احسن خمس لعيبه في العالم، لكن صحيح. برضو لازم برضو نبص على المنافس اللي احنا بنلعبه وبنلعب منتخبات. طبعا مع كل الاحترام للمنتخبات دي منتخبات قويه، لكن نقدر من غير محمد صلاح نحضر نعمل نتائج كويسه ضده.